تعرفوا في السنة، في السنة النبوية شيء أقرأ، وحتى أنتم أيضا الشباب عادوا ما يقرأوا، ولذلك يكلخ لكم أي واحد يجيب آية حديث وحديث ومشي مشي الأمور. أفعال النبي ستة أنواع، ست أنواع أفعال النبي، كل فعل من هذه الأفعال له حكم. الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن نتركها أم أن الأمر فيه تفصيل؟ أنا لا أجيب الآن لأن لسه في درس في أصول الفقه، أهل الأصول الفقه هم الذين، ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعده يعتبر ماذا؟ بدعة. لا، أنا أعطيكم مثال. كم كان يجلد النبي صلى الله عليه وسلم لشرب الخمر؟ شحال كان يجلد؟ 40 صح ولا لا؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الناس قد جرعت ولا يشربوا الشراب. هذا في وقت، هذا في وقت ماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان يشرب الشراب. قالوا ماذا نفعل؟ استشار بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، قال له اللي يشرب الشراب جلده ماذا؟ 80. والآن كلما تقرأ في كتب الفقه كم يجلد ليشرب الخمر؟ 80. هل فعله النبي؟ هل خالفوا هذا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك نص في هذه القضية؟ لا، ولكن هذا العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه، يعني الصحابة لاحظوا مقصد الشارع الحكيم. ما هو مقصد الشارع الحكيم؟ هو حماية ماذا؟ العقول، صح ولا لا؟ من مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن ملا علي بن أبي طالب. طيب مثلا السجن، هل هناك في الإسلام سجن؟ السجن من أين، من أين كان؟ كان عند الرومان وعند الفرس وعند كذا وعند كذا. عمر بن الخطاب جعل السجن ولا لا؟ هل قال له الصحابة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الآن لو كان نستطيع نجيب لكم أشياء كثيرة، سواء حتى في أمور العبادة. الأذان تاع الجمعة، عثمان بن عفان زاد في الأذان ولا لا؟ سبحان الله. إذا ليس هذه مسائل دقيقة في أصول الفقه، ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا تشبه بالكفار، تشبه بمن؟ بالكفار. وخد نعم، نحن ضد التشبه بالكفار والمشركين، خالفوا اليهود والنصارى. ولكن في صحيح مسلم هناك حديث أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بمخالفته. بمعنى ذلك هناك أشياء، القسامة نفس الشيء، هذه لم تكن، كان في وقت الجاهلية وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. الخندق، سلمان الفارسي ماذا قال؟ قال كنا إذا حوصرنا ماذا؟ خندقنا. من جاب هذه؟ جاب من السنة ولا جاب من الفرس؟ الروم في قضية الغيلة قال الإنسان الذي يجامع زوجته وهي مرضعة يضرهم، قال كان الروم يفعلون ذلك ولا يضرهم، فتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدواوين، هذه أشياء. إذن لابد أن نعرف هذا الدقة. لسنا الآن في صدد الشرح والتفصيل وضرب الأمثلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب. وحتى الآن وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم هي ماذا؟ غير توقيفية. هذه مسألة أيضا لابد أن تدرس. هل الوسائل التي لم يستخدمها النبي لا يجوز لنا أن نستخدمها؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ فلنذهب إليها. كانوا قديما اللي يحب الحكم مش لازم إن يكون ملك ويورثه لمن؟ الأولاد. وإما أن يكون عنده سيف طويل وينحي الحاكم اللي قبل، هكذا كانت الحكم. الآن قال لك تنجموا تولي وتوصلوا للحكم عن طريقين أخرين. الطريق الأولاني هو الانتخاب، الصندوق، صح ولا لا؟ والطريق الثاني هو ماذا؟ نحط كامل للشارع ونرقدوا في الشارع ونقولوا يسقط النظام، حتى يسقط النظام. لا يكدين ثم وماكلين وشاربين حتى يسقط النظام. هذا فيها دم ولا ما فيهاش دم؟ ما فيهاش دم، والحمد لله رب العالمين. يحكي لي واحد من أهل العلم هؤلاء قال لا، احنا لازم نربي ونعلم الناس الدين والفقه والحديث ويترباه ويعدم أخلاق وكذا. وبعدها قلت له، قال لي نهار اللي نحسوا روحنا بزاف وعندنا في كل البلاصات نخرجوا. قلت له تسمى نفس النتيجة. نفس النتيجة.